السلام عليكم، اهلا بكم في الحلقه 19 من بي تريبل ام بي، ولسه في ثالث ام ماشين. في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن تاريخ البلاستيك ونشاته، وعرفنا ازاي اتطور البلاستيك واتطورت معاه مكن الحقن لحد ما وصلنا للاربعينات والنموذج اللي استقر عليه تصميم مكن الحقن الى الان. وقبل ما ندخل في تفاصيل مكنه الحقن ومكوناتها، محتاجين ناخد فكره عن عمليه الحقن نفسها عشان اعرف انا محتاج منها ايه. فكره تشكيل البلاستيك في الحقن قريبه من فكره عمل الجيلي، الجيلي العادي اللي بناكله في البيت. احنا بنعمل الجيلي ازاي؟ بعد ما بيبقى في حاله سايله على النار بنصبه في طبق ونسيبه يبرد، ولما بيبرد بياخد نفس شكل الطبق اللي اتحط فيه، سواء بقى الطبق ده مدور او مربع او على شكل ورده او فيل او اشكال حيوانات مختلفه. البلاستيك بيتشكل بنفس الفكره بالظبط، بنسيحه لحاله شبه سائله وبنحقنه في قالب بياخد نفس تشكيل القالب اللي بيبقى فيه، ولما بيبرد بيبرد على نفس الشكل اللي كان فيه. وعشان يوصل للشكل النهائي ده، فعمليه الحقن بتعدي على اربع مراحل اساسيه. اول مرحله هو اللي بيتحضر فيها البلاستيك من الحاله الصلبه للحاله الشبه سائله. شبه سائله ليه؟ عشان هو بيبقى لا هو زي الميه ولا هو صلب، هو بيبقى متلدد قريب من قوام العسل الابيض. بيبتدي مشوار البلاستيك ان هو بيتحط في الادوس او القمع او الهوبر بتاع المكنه، وبيعدي على منطقه الفرن في المكنه، ودي بتبقى منطقه فيها سخانات بتتدرج بشكل تدريجي عشان تاخد البلاستيك من حالة صلبة توصله للحالة الانصهار. بعد كده ببتدي احقن الخامة دي في الفجوة اللي موجودة في القالب اللي على المكنة، نفس فكرة الحقنة العادية، انت بتحقنها تحت ضغط، فبيبتدي البلاستيك يدخل بشكل تدريجي جوه القالب ويملى الفراغ اللي جوه، زي ما احنا شايفين لو الخامة باللون الاصفر فبادية تملى الفراغ اللي جوه القالب، لحد ما نوصل لثالث مرحلة اللي بيها بيتملي الفراغ اللي جوه القالب بشكل كامل. وابتدي هنا مرحلة التبريد اللي فيها ببرد الخامة في اسرع وقت عشان ارجعها تاني للحالة الصلبة اللي كانت عليها ولكن بشكلها الجديد. رابع مرحلة والاخيرة بفتح القالب عشان اطرد المنتج اللي اتشكل بعد ما بقى في حالته الصلبة، وارجع اقفل تاني الاسطمبة وابتدي دورة جديدة. دول الاربع مراحل الاساسية لتشكيل البلاستيك، وخلينا نشوف الفيديو الجاي ده يوضح العملية بشكل افضل. ده نموذج لمكنة الحقن، وبيبتدي مشوار البلاستيك بالهوبر او القمع بتاع المكنة. اول ما بيدخل البلاستيك في القمع تبتدي المرحلة بتاعة التسخين اللي بيعدي فيها على مراحل السخانات اللي بتاخده من حالته الصلبة للحالة الاخيرة، حالة الانصهار بتاعته. وبيكون جوه الفرن ده في فتيل شبه فتيل بتاع مفرمة اللحمة، وظيفته ان هو ياخد البلاستيك من عند الادوس او من عند الهوبر او القمع بتاع المكنة يوصلها للناحية التانية. اثناء المشوار البلاستيك ده بيعدي على مراحل السخانات دي، وكل مرحلة بتعليه درجة 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 لحد ما يوصل لمرحلة الانصهار. اخر مرحلة في البلاستيك اللي هي بتبقى قدام الفتيل، واخر نقطة في الفتيل بنسميها الحربة. فالمنطقة اللي هي قدام الحربة دي هي منطقة البلاستيك المنصهرة تماما وجاهزة للتشكيل. ده مقطع طبعا للاسطمبة من الجنب، ايا كان الاسطمبة دي بتاعت ايه، فالتشكيل اللي انا عايزه بيبقى عبارة عن تجويف ما بين النصين بتوع الاسطمبة. اول ما تبتدي عملية الحقن بتبتدي دخول الخامة من الفرن بتاع المكنة الى الاسطمبة، تبتدي بشكل تدريجي تملى الفراغ بتاع الاسطمبة. تخلص عملية الحقن بتبتدي فورا مرحلة التبريد اللي بنعبر عنها عن الدوائر الزرقاء دي، كل دايرة بتعبر عن خط شبه خط الأنابيب كده، خط تبريد داخلي جوه الاسطمبة بيبرد البلاستيك، خلال ثواني بيرجع تاني للحالة الصلبة بتاعته. أثناء التبريد ده بتبتدي مرحلة تانية في المكنة اللي هي مرحلة تحضير للجرعة الجديدة أو للحقنة التانية، فبنشوف أهو السكرو تاني بيلف وبيرجع لورا. بعد كده تخلص مرحلة التبريد يطرد المنتج ويرجع يقفل تاني عشان تبتدي دورة جديدة. شوفها مرة تانية. ادي الفتيل بيرجع اهو للتحضير، تفتح المكنه تطرد المنتج وتقفل تاني وهكذا.
دي الفكرة الأساسية لعملية الحقن، وإزاي بقدر أشكل البلاستيك من حالته الصلبة وأرجع أصهره وشكله وبرده يبقى منتج عندي نهائي، هي المنتجات اللي بنشوفها حوالينا كلها. العملية دي واحدة في كل منتجات الحقن من أصغر منتج لأكبر منتج. وانتظرونا الحلقة الجاية ونكمل كلامنا في مكونات مكنة الحقن. نشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم.